استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة بمكتبه السيد فهد العبد الكريم نائب رئيس الخدمات الصناعية بشركة أرامكو السعودية رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السادس للصيانة والاعتمادية 2022 وفي بداية اللقاء أشاد سعادة الوزير بالجهود المبذولة التي ساهمت في تحقيق النجاح المميز للمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها إدارة الج. الجمعية الخليجية للصيانة والاعتماد بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وعلى رأسها سلسلة مؤتمرات ومعارض الشرق الأوسط للصيانة والاعتمادية التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل وخلال الاجتماع تم استعراض الترتيبات والتحضيرات لهذا الحدث العالمي الذي يهدف المؤتمر الى تبادل المعرفه والخبرات والطموحات العاليه في الاختراعات وعرض احدث التقنيات في هذا المجال. وقد استمع سعاده وزير النفط والبيئه الى اهم الفعاليات المصاحبه للمؤتمر، حيث اكد سعادته على استمرار الدعم والمسانده الى مثل هذه الفعاليات المهمه في مملكه البحرين التي ستساهم بلا شك في تعزيز في تعزيز مكانه المملكه كمركز مهم من استقطاب مختلف الفعاليات.